كوك ستوديو مقدم لكم من طرف كوكاكولا. كوك ستوديو بروح مغربية. ما ذاك سكرا غنشرك تايري فوان مونا واو نشرك الحب نشرك هوا نشرك تعريف ونمونا واو. هذا كما هو معروف يعني الفنانة الكبيرة ديالنا الأستاذة فاطمة تيحيك اللي كتعتبر أستاذة ديالي أنا وكان كيحسن لي الشرف أنني نكون يعني معها في البلاطو في هذا البرنامج ديال كوك ستوديو. لا أنت سنة تظني زيد أنت ورد نجيت نقول يعطي غنزرح يا فوالا عطي عيكاني يا عطي عيكاني يا الحلقة صافي كنا دائما بقيت نزرم شكو ولا ريلي مشكل الباساجر اللي ضايق كلشي كنزرع كنت نضرب هذيك مي زعما عندي وحدك حنا بالنسبه لسي بوحسين فلان ديجا خدمنا بعضياتنا والحمد لله كاين واحد الانسجام بعضياتنا لاله فاطمه لاباس عليك شحال هادي ما شفتك ولكن كل مره كنتلاقاو كنخدموا شي بروجي زوين وكتخلي ديما شي سوفينير زوين تبع خاص ديك الطاطيله كتجيب النتيجه ديما هادشي اللي كاين فين الرباب اخويا راه ما عرفتش اخويا لا الرباب ونضادر فين هما دوك الكونتيدرات ديال تاعك ديال المش كلشي كاين تلعب معنا عندك راه حط اليوم عاوتاني شحال شحال بديك ولكن غير اللعيبه شي لعب دابا لا طوب ماشي المستملح هذا بدا شي ديال لا ضروري انا درت دابا واحد الفيرسيون ياك نعم وكنتسناكم ما تدخلوا تغنيو مرحبا راه بغيت غير نتصنت لكم دابا داخل صافي على منى الله هي اللي ولا هي تحب اوكي دونك كاين واحد القضيه واحد التقارب اللي هو كبير بزاف ديال العقليه ديال ليسبري حنا دابا همنا واحد هو همنا هاد لا شونسون تنجح وداكشي يكون زوين يعني وكنقولوا للناس خصهم يعطيو واحد يعني واحد الشكل زوين واحد الاغنيه اللي زوينه داكشي اللي نورمال خصنا نديرو تفيد باش نحاولوا نديرو شي حاجه زوينه على هذا تبارك الله يعني الاحساس ديالو كيعيش مع الرباب كيعيش مع الموسيقى ديالو الا كتشوفي فنان عايش مع الاله ديالو ولا مع الكلمات ولا مع اي حاجه في الفن بينا كتعرفي هذاك الفنان بينا كيخرج داكشي من الاعماق ديال قلبه يعني احساس زوين هذه واحد التحيه كبيره للجمهور ديالنا اللي كيتفرج فينا درتيني عيش لحين هاتي الخير ان شاء الله العمل يفول كاين الاستاذه انا الفنانه فاطمه تحيه نتعاتنا ربي ان شاء الله العمل اللي راكم يعجب اللي راه يسوسم الثقافه المغربيه التمازيغه الله يغفر ربي تبارك الله كوك ستوديو بروح مغربيه كوك ستوديو قدم لكم من طرف كوكاكولا